أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى، وفي هذا العيد بطبيعة الحال يتسوق الناس خضروات، فواكه، لحوم وما إلى ذلك. للأسف الشديد مع تزامن هذا العيد ربما سترتفع أسعار الخضروات ارتفاعا حادا. هل هذا الكلام صحيح سعيد شبل؟ في الواقع في احتمال كبير بسبب انتقالنا من فترة موسمية إلى فترة موسمية جديدة اللي بيكون فيها حاليا الانتاج ضعيف جدا جدا وبيكون المحصول في أواخره، فلذلك احنا عم بنحضر لموسم جديد اليوم، وفي هاي الفترة الزمنية اللي هي شهر ونص بدي يكون في نقص في المحصول، محصول البندورة بالذات اللي بنقدرش يعني نتحكم فيه بالنسبة للأسعار كيف بتكون. أما عادة في هاي الفترة من شهر 9 لشهر 10 لآخر شهر 10 بيكون الأسعار تقريبا عدم استقرار، ممكن ترفع كتير، ممكن حتى تنقطع زي العام أول عام رح نجيب من الأردن. هاي الفترة كتير صعبة، في خلال أسبوع 10 أيام نعرف مدى صعوبتها. تعود الناس في كل موسم من هذا العام ارتفاع حاد في أسعار البندورة، يعني أبو نضال شو بتتوقع أسعار البندورة خلال الأسبوعين الجاي؟ هل يكون في ارتفاع حاد ولا ارتفاع بسيط نظرا لانتقال الموسم؟ طبعا نظرا لانتقال الموسم حسب معلوماتي حاليا السوق تقريبا بالقوة هو مغطي يعني الحاجات تبعته، ولكن الفترة هاي نقدرش يعني نجزم فيها بالذات إلا بعد أسبوعين بعد ما لكن أكيد راح يكون في ارتفاع لأنه في شح في البندورة. ارتفاع معروف، ولكن احنا أنا بتحدث عن يعني الكم أو الفرق بين الأسعار، هل يكون نسبة الارتفاع نسبة أو يكون نسبة قليلة جدا. احنا بتذكر أبو نضال قبل سنوات احنا وصلت كيلو البندورة بالسوق ل15 شيكل وكان في نقص في البندورة، ومع ذلك كان يعني الأسعار غالية جدا. هل نتوقع أنه يحدث هذا الشيء كمان مرة؟ كمان مرة إذا بدنا نقول نتوقع، إحنا فيش واحد هذا هنا مشتكى هنا تسبرتوتو، هنا بتوقف إيش المحصول اللي بعده، قديش الكم اللي موجود من المحاصيل في الشكل عام في الدولي وفي عند المزارعين. أنت قلت قبل شوي أنه ما فيش كثير. أنا قلت قبل شوي ما فيش كثير، وهذا يؤدي إلى الارتفاع. هذا إذا كان بالفعل يعني ظل ماشي في هذا في هاي الوتيره بده راح يكون ارتفاع. او في كمان شغله اللي المواطن بيعرفهاش، يعني احنا هون المنطقه تبعتنا في هاي الاشهر صعب جدا تصير فيها البندوره والخيار واغلب الخضروات، لانه في فتره اللي هي شهر 9 10 8 9 10 اللي هي مشهوره بالفيروس والفراش الابيض اللي صعب جدا المنتوج بدون غطاء شاش يقدر يكون عندنا موسم او حتى نصف موسم. في عندنا اراضي احنا وفي عندنا يعني عده بدائل، بس مش مزارعين للاسف اللي ينتقلوا على هاي الاراضي اللي هي الجبليه مثل معليا طرشيحه والجبل اللي هناك فيش فراشي بالمره شيلي، ومناسب هذا الموسم يكون في عندي مني بندورة حتى يغطي المحصول ويغطي النقص اللي بيكون في السوق بشكل عام. طبعا إسا البندورة البعلية انتهت، لا يمكن إسا زراعة بندورة بعلية في الخارج خارج الدفيئات. البندورة البعلية انتهت من شهرين تقريبا. من شهرين نعم، ما فيش إسا كل المحاصيل اللي موجودة حاليا سواء كل الخضروات هي تقريبا بندورة خيار هو في الدفيئات. بالدفيئات في بعض اللي هو برا، عشان هيك اللي برا بنضرب دغري بالفيروس بالفراش الأبيض اللي معروف وصعب جدا يعطي محصول، يعني كل محصول شحيح جدا اللي ما بيقدر يغطي السوق كلياته.